يروى أن الحجاج ابن يوسف الثقفي حج ذات مرة، فنزل في بعض المياه بين مكة والمدينة ودعا بالغداء، ثم قال لحاجبه: انظر لي من يتغدى معي وأسأله عن بعض الأمور. فنظر الحاجب نحو الجبل فإذا هو بأعرابي نائم بين شملتين، فضربه الحاجب برجله وقال: ائت الأمير. فأتاه، فقال له الحجاج: اغسل يدك وتغدى معي. فقال الأعرابي: إنه قد دعاني من هو خير منك. فأجبته. فقال الحجاج: من الذي دعاك؟ فقال الأعرابي: الله تبارك وتعالى دعاني إلى الصوم فصمت. قال الحجاج: في هذا الحر الشديد؟ فقال الأعرابي: نعم، صمت ليوم وأشد حرا من هذا اليوم. قال الحجاج: فأفطر وصم غدا. قال الأعرابي: إن ضمنت لي البقاء إلى الغد أفطرت. قال الحجاج: ليس ذلك إلي. فقال الأعرابي: كيف تسألني عاجلا بآجل لا تقدر عليه؟ ونقل أيضا: صوموا يوما شديدا حره لطول يوم النشور. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم.